يأتي خلق فرص الشغل في صميم اهتمامات الحكومة، مما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة. تراجع معدل البطالة سنة 2022 رغم صعوبة السياق، إذ انخفض معدل البطالة من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022، وبلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، والبالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الغير الفلاحية إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2021 والذي بلغ 3.1%. هذا يتمثل طموحنا سنة 2023 في الرفع من مناصب الشغل المحدثة، وهو طموح يسانده انتعاش الأنشطة الغير الفلاحية من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة من جهة أخرى. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.